هو في تجربة أنا ما شفتهاش الحقيقة، ولكن بيشيدوا بيها في الأيام الأخيرة، مسرحية تشارلي. عن تشارلي تشابلن. أيوة، عن تشارلي أنا تشابلن. بالصدفة أنا شفتها الحقيقة، وهي مسرحية جيدة، لكن يعني هقول إنها مش إنتاج مصري. شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن، شارلي 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 تشابلن. حاليا في مصر في بعض النشاط المسرحي، بعض النشاط المسرحي، وهو غالبا نشاط ايضا دولة. ايوه، اين المسرح الخاص في مصر؟ يسأل في ذلك المنتجين، لان انا اعتقد ان المنتجين المتحمسين لصناعة المسرح ما بقوش موجودين اساسا. ليه؟ ممكن في خوف من السوق، يعني ما عنديش اسباب. يعني حتى اخر مسرحيه انا شفتها كانت السنه اللي فاتت، كان السبكي عامل حاجه لدنيا سمير غانم، ورحت شفت ملابس، شفت استعراضات لطيفه، ولكن ما شفتش محتوى له ثقل. يعني عرض ترفيهي برضو، ما خرجتش انا كمشاهد منه بحاجه. ودي نقطه مهمه تانيه غير الميزانيه، ان حتى لما بيتواجد هو في النهايه نشاط قام به القطاع الخاص، نقول له شكرا. هل قصور الثقافه هي الاماكن المثلى في تقديم الفن المسرحي؟ المفروض انها ليها دور رئيسي، ولكن مش هي لوحدها، يعني هي واشياء اخرى، لكن هي لانها مجهزه، دي قصور مجهزه، يعني فيها مسرح وفيها مفروض فرق لده، ممكن نقول بعضها مجهز، يعني بعضها طبعا، لان دي كتير قوي، اكتر من 500 قصر وبيت ثقافي على مستوى الجمهوريه. دكتوره، لك دراسات عن الموسيقى الشعبيه والاغنيه الشعبيه، يعني ايه اغنيه شعبيه؟ الاغنيه الشعبيه بمفهومها الفولكلوري هي الاغنيه التي انتجها الشعب، مجهوله الشاعر والملحن، ودي غالبا بتظهر في مواقف معينه. أيوة. يعني مثلا الأغنية اللي بتغنى أثناء حصد بذرة القطن مثلا، حصد الزرع، أثناء حفر قناة السويس، أثناء محتل معين دخل البلد وبدأوا يصنعوا مثلاً أغنيات تكون يا إما ساخرة يا إما سياسية، علشان ما يبانش، ما تبقاش مباشرة. فدي الأغنية الشعبية اللي بينتجها الشعب، اللي محدش عارف مين اللي أنتجها، ولكنها تظل تتوارث شفهية عبر أجيال.